يسعد الله مساكم بكل الخير ويا هلا ومسهلا وحياكم الله في ليلة جديدة تجمعنا معاكم من ليالي أعيادنا الوطنية من قرية الإعلام التراثية. حييكم ونترياكم اجتمع معاكم بقلوب تنبض حب الوطن في قريتنا التراثية من خلال فرجان الجميلة المزدانة بناسها وزوارها. احنا نسعد اكيد بشوفتكم مستمرين معاكم بإذن الله تعالى لغاية 30 ديسمبر، جوائز ومسابقات عديدة. وفي البداية أكيد نشكر الراعي الذهبي لمهرجان القرية التراثية بيت التمويل الكويتي والراعي البرونزي بنك إله، وأيضا نشكر بنك البحرين الإسلامي. ننتظركم زوارنا زوار القرية في الكثير من الجوائز أو من خلال المسابقات عندنا الكثير من الجوائز النقدية المقدمة من الرعاة، ونتمنى من الجميع المشاركة والفوز. المشاركة والفوز وين؟ مو من خلالي، من خلال الزملاء الحبايب الإخوان والخوات المتواجدين في أرجاء القرية. أرحب في البداية مشاهدينا الكرام بالزميل محمد عبد الغفار، حياك الله. يا هلا ويا مرحبا فيك يا أبو سعيد، مسي عليك ومسي على جميع مشاهدينا عبر شاشة تلفزيون البحرين. تغطياتنا متواصلة لمهرجان القرية التراثية السنوي في نسخته الثالثة، واللي واصل استقطاب الزوار من البحرين ومن خارج البحرين. طبعا عدد الزوار وصل لغاية أمس أكثر من 40,000 زائر، وعدد كبير طبعا مقارنة بهذه الأيام اللي قضيناها، الأيام اللي الكل يدور فيها احتفالات أعياد البحرين اللي طلقت في عدة أماكن والكثير منها انتهى. لكن مهرجان القرية راح يتواصل معاكم إن شاء الله إلى تاريخ 31، راح نتواصل معاكم في تغطية انطباعات الزوار وأيضا أخذ آراء المشاركين في هذا المهرجان والمسابقات والجوائز. ولكن خلينا نرجع لك للاستديو الآن. شكرا الزميل الحبيب أبو سلمان. ننتقل معاكم مشاهدينا الكرام إلى الحبيب يوسف أحمد، مساك الله بالخير. يا مرحبا يونس، مثل ما تشوف أجواء حماسية جدا عندنا في القرية التراثية. هذه القرية اللي فيها من عبق الماضي، فيها من تاريخ وأصالة مملكة البحرين. دائما نفتخر بتراثنا العريق اللي يمتاز في مملكة البحرين. يعطيك الصحة والعافية يوسف، ويا مرحبا وحياك الله، شرفتنا ونورتنا بهالطلة الزينة. ومن يوسف إلى مريم، مساك الله بالخير مريم حسن. يا هلا ويا مرحبا فيك أخوي يونس، وأكيد أحب أمسي على مشاهدينا الكرام في أحلى شهورنا، شهر ديسمبر، وفي أحلى أيامنا في القرية التراثية. ويا هلا ويا مرحبا فيكم، نحييكم وننتظركم. عودة لك أخوي يونس. وإحنا ننتظرك مريم، ننتظرك برفقة الزوار، وننتظر أيضا من خلالك ومن خلال الزملاء الله يعطيهم الصحة والعافية كلهم المسابقات الزينة وجوائزنا المميزة والنقدية. ننتقل معاكم مشاهدين الكرام في البداية وناخذ لقطات ونرجع مع ضيفنا الكريم. تعدي بالأحباب راضيبة، تلعب بقلبي أبو البيل، ويبيع حبك ويجري بها. عذبتني بالهوى يا زين، وتعدي بالأحباب راضيبة، عبي قلبي هموم البين، ويبيع حبك ويجري به. الله أكبر، حور هالعين يسرق عيوني ولا أدري.
الشكر لفرقة شباب الرفاع الله يعطيهم الصحة والعافية، وأنا شفت بعد الحبيب والزميل المسي عليه الفنان سالمي راعي العود، شكرا لك على تواجدك مع فرقة شباب الرفاع، وكلهم لهم منا التحية والتقدير. احنا مستمرين معاكم في مهرجان القرية التراثية، مملكتنا الحبيبة منذ الأزل أولة التعليم اهتمام كبير إيمانا ويقينا بأهمية التعليم في بناء نهضة الوطن. من عام 1919 تأسست أول مدرسة نظامية للبنين، وهي مدرسة الهداية الخليفية. المدرسة إلى اليوم تمثل شاهد تاريخي حي لإنجازات الوطن في الجانب التربوي والتعليمي. واليوم في القرية التراثية يوجد نموذج مصغر شبه الأصل إلى هذه المدرسة العريقة بتاريخها بجميع ما تحتويه من مرافق وصفوف دراسية. تجربة فريدة من نوعها تأخذ زوار القرية الكرام إلى زمن التعليم في الماضي. طبعاً بإمكان الجميع الدخول إلى المبنى والاستمتاع بالمحطات التاريخية اللي بداخل هالمبنى. مشاهدينا الكرام، خلونا نشوف معاكم ونسمع آراء الناس بالمتحف التابع لوزارة التربية والتعليم بمبنى مدرسة الهداية الخليفية في القرية التراثية. والله جميل جدا، يعني ما شاء الله يوضح التراث العريق للتعليم في البحرين، يعني ما شاء الله شيء جميل جدا، يعني مكان بشكل عام كامل جميل. أول شيء أنا أحب الأشياء التاريخية سواء مدارس أو غير، يعني كل مكان أروح أحب الأشياء التراثية والتاريخية، الصور القديمة دائما أحب أطالعها يعني. وإني طبعا عجبني مدرسين مدرسة هداية، طبعا أعرف أستاذ خليفة الحوطي، وطبعا طلعت وزراء التربية والتعليم في بداية، هاي وايد يعني مكان حلو يعني صراحة، أو يعني بشكل عام القرية التراثية كلها حلوة يعني. ما شاء الله تبارك الله صرح عظيم وتاريخ، وما شاء الله ما تشغل متعوب عليه زي ما شفنا ما شاء الله تبارك الله في الصور، والأماكن هنا ما شاء الله تبارك الله كلها جميلة ما شاء الله تبارك الله، وشغل متعوب عليه جدا، الله يعطيكم العافية. والله مكان تاريخي أجدادنا وأبهاتنا درسوا فيها، فينا نطالع صور المدرسة من داخل، طبيعة المدرسة من داخل، ونتذكر سوالف أجدادنا وعمامنا وأبهاتنا، صراحة صرح عجيب. أشكر وزارة الإعلام على التنظيم الحقيقة. صراحة وايد حلوة، شفت صورة أبوي صورة يدي وبعد مدرستهم وكل شيء لوق المدرسات. طبعا مدرسة الهداية الخليفية هي واحدة من أعرق المدارس في الوطن العربي عموما، وكانت أول مدرسة في مملكة البحرين، وحملت رسالة التنوير اللي احنا نقدر نقول عليها كانت بداية شعلة التعليم في البحرين ما شاء الله، وأكيد لها ذكريات في قلب كل بحريني بدأ في مرحلة التعليم، وبالعكس يعني احنا شايفين انها يعني صرح كبير وفخر احنا كلنا بنفتخر بيه كعرب، والدليل انها موجوده في القريه التراثيه بتعبر عن التاريخ البحريني العريق. دائما تبدع وزاره التربيه والتعليم في احياء احتفالات مملكه البحرين باعيادها الوطنيه، وتحرص على التواجد والمشاركه في مثل هذه الاحتفالات تعزيزا للقيم الوطنية لدى الطلبة ضمن مشاركات متميزة ومشاريع متفردة تعكس الإنجازات الحضارية لهذا الوطن. اليوم لهم بصمة وحضور متميز ومتفرد ضمن مهرجان قرية الإعلام التراثية. في هذه الأثناء يسعدنا ويشرفنا استضافة أستاذنا وحبيبنا ومعلمنا وموجهنا صاحب الابتسامة والحضور الطيب والمعلومات المميزة، سيد ياسر إبراهيم بن حماد مدير مدرسة الهداية الخليفية. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور، أهلا وسهلا وشكرا على هذه الاستضافة الجميلة. ساعة المباركة، كيف الحال؟ طيب الله يطول عمرك. أنسلمك الله من العناصر الأساسية اللي لابد تكون معانا في برامج تلفزيون البحرين أولا بشكل عام وبشكل خاص في القرية التراثية. الله يطول، الشرف الله يطول عمرك. ساعة المباركة. الله يسلمك.
تواجدكم مميز، أثريتونا إحنا شخصياً وأثريت المواطنين والمقيمين والزوار، ومثل ما شفنا معاك سلمك الله التقرير اللي من شوي وآراء الناس مستانسة بتواجدهم في صرح الهدايا الخليفية في القرية التراثية. تكلم معاك أكثر عن استعداداتكم هالسنة، لأن كل سنة ما شاء الله لا إله إلا الله معانا، وهالسنة أنا أشوف تحضيرك ممتاز. الله يزيك. حاضر لنا مفاجآت لأول مرة تطلع. الله يطول فبنيك إن شاء الله عليها، ولكن أبى أتكلم معاك عن استعداداتكم وحرصكم هالسنة. طبعاً وزارة التربية والتعليم حريصة أشد الحرص على المشاركة في هذه المناسبات الوطنية. طبعاً جاءت مشاركة وزارة التربية والتعليم من خلال المشاركة في مدرسة الهداية الخليفية اللي موجودة في القرية التراثية، بحكم أن لها بعد طبعاً تاريخي هذه المؤسسة التعليمية، حيث انشأت سنة 1919. طبعاً مدارسنا شاركت في القرية التراثية بأربع مناطق تعليمية، مدارس ابتدائية بنين وبنات، مدارس إعدادية بنين وبنات، مدارس ثانوية، مدارس طبعا الصناعية شاركوا معنا. طبعا تأتي مشاركتنا المتميزة في هذا العام الدراسي احتفالا بأعياد البحرين. يا سلام. طبعا كانت المشاركة متنوعة ومتعددة. طبعا كانت عندنا فعالية الرسم الحي، وعندنا فعالية أركان ثابتة وعروض رياضية والرسم الرقمي والكروشيه وفعالية المطبخ والمشاريع الزراعية وعروض شعبية وصناعات قديمة وألعاب شعبية وثقافية وركن موسيقي وعروض إلكترونية. ومقارنة بين التعليم طبعا القديم والتعليم الحديث، طبعا سوينا صفين دراسيين، صف قديم وصف حديث، وطبعا صف الحديث زودناه بالتقنيات الإلكترونية. طبعا هذه مشاركات المدارس حسب التواريخ اللي موجودة. حلو. شلون لمست أنت المشاركات أول أستاذ ياسر هالسنة من خلال الفعاليات هذه؟ الأصداء والفعاليات أو أصداء الناس من خلال المشاركة هذه؟ نعم، طبعا ما شاء الله الزوار عندنا كثيرين. نعم. من أول يوم طبعا شرفنا واستنسنا طبعا بتشريف سمو الشيخ محمد بن سلمان آل خليفة، نجل صاحب السمو الأمير الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله ورعاه، ولي العهد رئيس الوزراء، شرفنا بزيارته في مدرسة الهداية الخليفية، وكنا سعيدين جدا بزيارته، واطلع طبعا على طبعا المعرض التاريخي اللي موجود في المدرسة، واطلع طبعا على الوثائق والمخطوطات القديمة الموجودة في المدرسة، اطلع على المدراء اللي تعاقبوا على مدرسة الهداية الخليفية، اطلع على الوزراء اللي يعني كانوا موجودين في وزارة التربية والتعليم طول الفترة الماضية والحالية. طبعا كان سعيد جدا بهذه الزيارة. كذلك الجمهور ما شاء الله كان كثيف عندنا في الزيارة لمدرسة الهداية الخليفية. طبعا الملفت النظر ان يعني الزيارات كانت مستمرة طوال من تاريخ 14 والى هذا اليوم ما وقفت الزيارة الى مدرسة الهداية الخليفية. وطبعا احنا وضعنا طبعا سجل لتسجيل الزوار، ويعني الملفت النظر ان الزوار اللي يونا السنه بعد كذلك من دول مجلس التعاون الخليجي، ويونا طلاب كانوا في مدرسه الهدايه الخليفيه وخريجين سنه 1969. ما شاء الله. نعم، ووثقنا طبعا معاهم فيديوهات، ووثقنا كلماتهم اللي موجوده وسجلنا لهم فيديوهات. من الاشياء اللي يعني لفت انتباه الزوار كذلك ان في الصف القديم أحد المدرسين القدامى قام بالتدريس مجموعة من الطلبة اللي كان هو يدرسهم في ذلك في تلك الأثناء في الحقبة الماضية طبعا. صحيح. وكانوا جدا سعيدين وأصداء جميلة، وتم تسجيل فيديو وتم تداوله طبعا في السوشيال ميديا بين في المجتمع، ولقى أصداء جميلة. احنا سلمك الله حريصين على هالفيديو، انا قبل هوا كنت اسولف معاك عنه. نعم. ان شاء الله بناخذه منك ونمنتجه ونراتبه ونعرضه إن شاء الله عندنا. بالعكس يعني هذه ذكر حق الأساتذة الكرام الأفاضل. نعم. اللي لهم بصمة في تاريخ الطلبة. نعم. وحلو أن يجتمعون الطلبة بأساتذتهم. نعم. عقب فترة طويلة. هذا اليوم شيء بسيط من رد الوفاء. نعم. احنا بنسولف معاك عن هالمدرسة التاريخية العريقة بأصالتها وناسها أيضا. نعم. ونستعرض معاك المعلومات الحصرية، ولكن نستأذنك ونستأذن المشاهدين الكرام وننتقل إلى الزميل محمد عبد الغفار. عودة لك يونس مجددا، مسي عليك ومسي على ضيفك العزيز في الاستديو. بالتأكيد الحديث عن مدرسة الهداية الخليفية حديث شيق، يمكن مجسم مدرسة الهداية الموجود هني في القرية التراثية من أكثر الأماكن اللي تستقطب الزوار وتسترجع الذكريات بالنسبة
للي يدخلونها. يمكن انا بالنسبه لي شخصيا افتخر باني كنت احد طلاب هذه المدرسه، واني خريج مدرسه الهدايا الخليفيه، ولما دخلت هذا المبنى لقيت صوره لي عمرها 20 سنه انا لاول مره اشاهدها، وما كنت انا الوحيد، كان حتى اللي وياي يمكن ناس كبار في السن كانوا يعني يروون عيالهم يقولون تعالوا يبا شوفوا هذه صورتي ايام اللي كنت في المدرسه قبل 50 أو 60 سنه. فبالفعل في هذا المكان تلتقي الكثير من الذكريات، والكل قاعد يستمتع بدخوله لمدرسه الهدايا الخليفيه. واعتقد في البحرين ما في احد يمكن ما عنده احد من معارف من الكبار في السن بالتحديد من خريجين مدرسه الهدايا الخليفيه، لذلك الحديث معاكم راح يطول في الاستديو، لكن خلينا نطالع انطباعات الزوار في القريه ونشوف اجواء القريه التراثيه معاهم. حياك الله معانا ابا. انا والله حياك الله ابوي. شوف حالك، ايش رايك في اجواء القريه التراثيه؟ والله القريه تراث من تراثنا، الواحد يشوفه يفتخر ويطرح عليه ماضيه، يشوف ماضيه شنو. فهذه بالعكس شيء يعيدنا حق الماضي ونشوف ذكرياتنا الاوليه ذي. عبد العزيز ابا شلونك؟ زين تمام. ايش رايك في القريه؟ وجهه حلوه. زين شنو تبي تقول بمناسبه اعياد البحرين؟ قلت لي بتقول كلمه. أحب أحمد الخليفة، بو جمون، بو كلهم الله يحفظك، والبحر كله تحبك. وأنا أحبك. عندي لكم سؤال بمناسبة طبعا هذه الفعالية المميزة والمهرجان المميز اللي قاعدين نعيشه حاليا. أول شيء قلت لي رحت أماكن ثانية في أيام عياد البحرين في المهرجانات. نعم رحنا للصخير البار، رحنا الاحتفالات الألعاب النارية اللي صارت، يعني احتفالات وايد في البحرين صارت، الشارع محرك ما شاء الله، سوق محرك، صارت الاحتفالات هناك، فما شاء الله احتفالات البحرين في العيد الوطني احتفالات عديده يعني صارت. يعطيك العافيه. طبعا راح اروح حق ابو سعود اسال السؤال، هو لان قبل الهواء قال لي عطني سؤال سهل. اقول لك سؤالك شو اسمك؟ عبد العزيز. الف مبروك، كان هذا هو الجواب الصح وفزتوا معي ب 100 دينار بحريني مقدمه من بيت التمويل الكويتي، الف مبروك. يعطيك العافيه يا عبد العزيز. يعطيك العافيه. جزاك الله خير، الله يرحم والديك. شكرا على تواجدكم معنا. خلونا نرجع لكم في الاستديو، وحلوه هاي الفرحه تشوفها من الكل، الكل يستاهل انه يكون فايز ويانا. خلونا نرجع لك في الاستديو ولنا عوده ان شاء الله بعد قليل. شكرا للزميل محمد عبد الغفار، ننتقل الى الزميله مريم حسن. مريم عطينا الاجواء. عودة لكم مجدداً مع ضيوفنا الكرام. طبعاً أنا اليوم عندي لكم مفاجأة جداً جميلة، ويعني وايد مستانسة بحضور الفنانين من دولة الكويت الشقيقة. الفنان أحب أرحب أكيد بالفنان محمد الحملي وعبد الله الرميان وعبد الله البدر، تحية لهم ونرحب بضيوفنا، حياكم. يا هلا ويا مرحبا، منورينا نورتونا. هيا شخبارك؟ طبعا اول شيء احب ارحب فيكم في بلدكم الثاني وفي قريتنا التراثيه، واتمنى انكم قضيتوا اوقات ممتعه واستانستوا في القريه، فابي رايكم بكل صراحه في القريه وشلون شفتوا الاجواء. انا بالنسبه لي غرت على التجهيزات الموجوده والانجاز اللي صار بالقريه، وحسيت ان احنا بالنهايه البحرين والكويت ديره واحده، بس وايد استمتعت بالاجواء الموجوده والناس الموجودين، وايد مشكورين اول شيء على القريه وان الحين طالعنا معاكم في تلفزيون البحرين. هلا مرحبا فيك اختي مريم والساده المشاهدين. وايد مستمتع بالاجواء، رجعتنا ايام الاول، المشروبات والخبز الرقاق والخبز خبز الخباز، متعه والفرقه ما شاء الله جابت راس مهياوه لين مهيونا. تدرين فيني انا جوي مع السامري والغادري، فصدت جوي. شكرا لكم وشكرا للموجودين كلهم. انا عن نفسي والله مستمتع من الجانب الجميل من التراث البحريني الاصيل اللي قاعد نشوفه اليوم، شيء وايد مشرف وشيء وايد حلو. عسى الله ان شاء الله ينعم عليكم بنعمه الامن والامان في مملكه البحرين، وكافي الناس اللي مستانسه بهالاجواء الحلوه. نسيت ونبارك لكم طبعا اعيادكم الوطنيه اللي طافت قبل كم يوم، يعني اسمع ايات التبريكات والتهاني لمقام جلالة الملك والعهد الامين ولكل الشعب البحريني ان شاء الله. اللهم امين. طبعا شرفتونا نورتونا، شرف لنا انكم تزورونا هنا، واكيد رايكم يهمنا ونورتونا اكيد. هاي بلدكم الثاني، استمتعوا بكل الاجواء الموجوده في القريه، يعطيكم العافيه على حضوركم. الله يعافيك، منوره فيك يا ريحه البحرين. شكرا لك. شكرا لك، بروح اكمل مهياوه بعد. يلا شكرا. بالعافيه. عافيك. شوف طبعا هذا لين
طبعا ضيوفي الكرام من الكويت عزيزين على قلبي، وانا اليوم وايد وايد فرحانه ومستمتعه ومستانسه انهم لبوا الدعوه وحضروا وشافوا اجواءنا في القريه التراثيه. اتمنى من الكل انه يحضر فعلا وتشوف اجواءنا وتراثنا العريق. عوده لك اخوي يونس. شكرا لك يا مريم، ضيوفك وضيوفنا وضيوف هل البحرين، نرحب بأهل الكويت، يا مرحبا وحياكم الله، شرفتونا وآنستونا ونورتونا في ديراتكم بين أجواء القرية التراثية. تشوفون هل البحرين يسلمون عليكم ويرحبون بكم، وإذا سمحت الفرصة يجون عندنا بعد الاستديو نسولف معاهم ونرحب بهم. لهم فنانين كبار، لهم بصمة اليوم في مجال الفن بشكل عام، وأيضا هم نجوم في الكويت ونجوم عندنا ونجوم في الخليج. شكرا لك مريم، ننتقل حق الزميل يوسف أحمد. يا مرحبا يونس، مثل ما شفت أجواء حماسية في القرية التراثية، فيها من تاريخ وحاضر مملكة البحرين. الأطفال يعمون في هذه القرية مستانسين بالتحفة، تحفة البيوت المعمارية، تاريخ مملكة البحرين. وخلنا نتعرف على عندنا أطفال صراحة يوني كانوا جدا سعيدين من أشكال البيوت القديمة، فقالوا لي إحنا نبي نعبر عن هذا الحب ونعبر عن هذه المعلومات اللي يعرفوها في القرية التراثية. خلنا نتعرف عليهم. مساك الله بالخير. شلونك؟ الحمد لله. عرفنا عن اسمك اول شيء. اسمي عبد الرحمن عبد الله بوتشيري. ونعم عبد الرحمن، اول مره تزور القريه؟ اي اول مره، وما شاء الله القريه وايد حلوه وفيها وايد اشياء جميله. الحمد لله. انت من شوي عبد الرحمن قلت لي عن البيوت وايد عجبتك البيوت القديمه، خبرني شنو اللي عجبك فيها؟ اي البيوت يعني قديمه واشكالها حلوه والوان حلوه وزينه وهاللون، اشياء قديمه وعجيبه وتراثيه. انت دائما تزور القريه؟ لا هاي اول مره بس وايد عجبتني وبزورها مره ثانيه. حياك. هذه القريه مسوينها عشان لكم انتوا، عشان تعرفون هذا التاريخ اللي تمتاز فيه مملكه البحرين. البطل شلونك؟ زين الحمد لله. شو اسمك؟ عبد العزيز عبد الله بشيري. ونعم عبد العزيز، عبد العزيز ايش رايك في القريه؟ الحمد لله وايد حلوه، اليوم استانسنا وايد. زين زين، انت اول مره بعد تزورها ولا زرتها من قبل؟ اول مره اليوم ازور. بتكرر الزياره عاد ولا لا؟ ان شاء الله. ابرك ساعات. حياكم حياكم، هذه قريتكم. مثل ما شفت يونس اجواء جدا جميله في القريه التراثيه، سعيدين بهذه الناشئه اللي تنتمي حق تاريخ مملكه البحرين وهذا الارث المعماري اللي تمتاز فيه المملكه. نرجع لك. ما شاء الله لا اله الا الله، الله يحفظك والله يحفظ ضيوفك الصغار والصغار، ان شاء الله يكبرون معانا بإذن الله تعالى، نستضيفهم إن شاء الله إذا كبروا ونقول لهم عن أجواء القرية التراثية، لأن قرياتنا هذه بإذن الله راح تستمر إن شاء الله في أنشطاتها وفعالياتها، وهل المنجز الحضاري بإذن الله تعالى يكون شاهد على هالأجيال. نرجع مع ضيفنا الأستاذ ياسر بن إبراهيم بن حماد، مدير مدرسة الهداية الخليفية. مساك الله بالخير مرة ثانية. مساك الله بالنور. الله يسلمك. قل لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. قبل السؤال وقبل ما نعرض الأشياء الزينة، إيش رأيك نأخذنا في نيال؟ الله يجزي خير. أنت قهوة نعيمنا الله خير. أول شيء. أنا تسمح لي نقهويك؟ إيه أكيد. سم عظيم قهويك الله يسلمك في البداية، قهوتنا الزينة. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. هذه من الأشياء الزينة اللي حافظها عن القهوة. يقول لك استاذ ياسر البنا الاشقر يداول راس في النار. نعم صح. تقهوى ونعيمنا الله خير. مشكور مشكور، تسلم. استاذ ياسر، على طاري اليوم النش وعلى طاري العيال اللي طلعوا معانا الصغار، نبي نتكلم ايضا عن مشاركه الطلبه والطالبات وتفاعلهم في، نتكلم باجواء مهرجان القريه التراثيه بشكل عام وايضا مجسم ومبنى مدرسه الهدايه الخليفيه. طبعا الهدف من مشاركه الطلبه في القريه التراثيه هو تزويد الطلبه بالمعارف والمهارات الحياتيه. هاي الهدف الاساسي اللي تسعى له وزاره التربيه والتعليم، اضافه طبعا هو تنميه روح الولاء والانتماء والمواطنه عند الطلبه. معارف اللي ودنا نزودهم بها انه يطلعون على محتويات القرية التراثية. أينا. يدخل الهداية الخليفية، يشوف مبنى الهداية الخليفية، يتمشى في أروقة الداخل، يشوف الصف القديم شلون شكله. احنا طبعا نعطيه معلومات في المدرسة الطالب صحيح في الكتاب،
يجي هنا القرية التراثية يشوف المستشفى الإرسالية، يشوف قلعة سلمان بن أحمد، نعم، يشوف مبنى الهدايا الخليفية، يشوف سوق البراحة، السوق البراحة، باب البحرين، يشوف الإبل، يشوف الخيول، صحيح. كل هذه الأمور مرتبطة بشنو؟ بحياته اليومية، فبزيد معارفه ويزيد مهارات الحياتية الطالب يصير أكثر. فإحنا نشتغل على شنو؟ على تطوره الشخصي، صحيح. فيطلع لنا طالب عنده شنو؟ عنده روح حب القيادة، تكون عنده مواهب. في القرية التراثية من خلال مشاركات المدارس برزت عندنا مواهب كثيرة. يا سلام. إضافة إلى شنو شيء اللي مفتي للنظر؟ مناطق تعليمية أربع. فهذه المناطق التعليمية الأربع صاروا الطلبة يتلاقون هنا. مال محرق تلاقى مرفع، مال بديع تلاقى مع مثلا مال الحد، مال الحد تلاقى مع أهل جد حفص وهالمجارة. فتعرفون على بعضهم بعض، يتبادلون خبرات، وهي ننبي احنا صحيح تنمية مواهب واثراء خبرات مال الطلبه. ففي النهايه يطلع لنا طالب شنو؟ متميز. نشاركه في محافل دوليه، محافل محليه، يبرز صحيح من خلال مشاركه الطلبه في هذه طبعا الفعاليات اللي صارت داخل القريه التراثيه. يحتاج وينصقل ويعرف موروثه وتراثه من يوم صغير ويكبر معه. ويكبر معه. احنا ايضا نبي نكبر بمعلوماتك سلمك الله اللي حصريه عندنا، نبي نشوف معاك اول معلومه بتقدمها لنا. طبعا عندنا سلمك الله اول غلاف كتاب الف ليدرس في مدرسه الهدايه الخليفيه عام 1924. طبعا صاحب المعالي الشيخ عبد الله بن عيسى الخليفه رئيس مدرسه الهدايه بالبحرين طبعا. اي نعم. هذه غلاف اول كتاب الف اللي يدرس في مدرسة الهداية الخليفية عام 1924. طبعا ما شاء الله لا إله إلا الله. هذه طبعا من النوادر. بعد خلنا نعرضها من النوادر. أي هاي من النوادر. ما شاء الله لا إله إلا الله. أول غلاف. أول غلاف نعم. أي نعم. حلو. هذا الشيء الأول اللي عندنا سلمك الله. وأيضا بنتكلم عن الأصدار اللي أصدرتوه اللي أشوفه الحين مكتوب رجال. نعم. كانوا هنا. طبعا عندنا كتاب رجال كانوا هنا، طبعا هو ألبوم الهداية الخليفية توثيقي. توثيقي طبعا ألفه الله يرحمه الأستاذ عبد الحميد المحادين. اي نعم. والأستاذ عبد الوهاب كمال إعدادهم طبعا. اي نعم. طبعا في فترة الله يعطيه الصحة والعافية الأستاذ خليفة الشوملي. اي نعم. طبعا هو اللي ألف طبعا الكتاب. أي. سنة 1989. طبعا يتكلم الكتاب طبعا صور القيادة حكام البحرين طبعا. اي نعم. اعضاء الإدارة الخيرية للتعليم. اي نعم. ارفعه شوية استاذ اذا ما عليك امر. ايوه واضح. واضح تمام. اي نعم. هذه اعضاء الإدارة الخيرية طبعا الخيرية للتعليم. طبعا حاكم البحرين في ذيك الفترة طبعا خصص ارض ومبلغ مالي طبعا لانشاء مدرسة الهداية الخليفية سنة 1919. وهي طبعا ليس بغريب على حكام آل خليفة الله يحفظهم ويطول في اعمارهم طبعا اهتمامهم بالتعليم من 1919 وقبل طبعا. نعم. يوم الكتاتيب. كذلك اهتمامهم بالصحة. صحيح. وهذه طال عمرك الكتاب يوثق ايضا المدراء والأساتذة اللي مروا وتعاقبوا على مدرسة الهداية الخليفية. هذا الاصدار سلمك الله من الف الله يطول بعمرك طبعا طبعا الفه الله يرحمه اللي هو الاستاذ عبد الحميد المحادي. اي نعم. مع الاستاذ ابو وهاب وكمال طبعا فتره الاستاذ خليفه الشوملي الله يعطيه الصحه والعافيه. أي نعم. طبعا هو الكتاب يعني متضمن صفحات كثيره طلاب الهدايه الطلاب اللي يعني اخذوا مراكز قياديه في البلد. اي نعم. طلبه اللي شاركوا في البعثات خارج البحرين طبعا متعدد طلبه خريجين مدرسه الهدايه الخليفيه. اي نعم. باساميهم طبعا من الاربعينات وانت رايح الخمسينات والستينات طبعا يحتوي على معلومات كثيره. صحيح. ثريه. هذا انا اتوقع لازم يكون في بيت كل محرقي مفروض. اي مفروض لان بيشوف خاله ولا عمه. نعم. ولا نعم. يده طبعا ما لما يجون اهالي المحرق بحكم ان الهدايه الخليفيه موجوده في المحرق. صحيح. طبعا يستذكرون اهاليهم وشوفوا صورهم موجوده طبعا. إيه نعم. اللي يقول هذه يدي واللي يقول هذه يعني ابوي
واللي يقول هذه خالي واللي يقول هذه عمي ويتم تصويرهم طبعا. صحيح. احنا بنكمل معاك ان شاء الله وبنستعرض معاك المقتنيات الموجوده باذن الله تعالى اللي انت حضرتها، ونقول حق المشاهدين الكرام ان هذه جزء بسيط من المقتنيات الموجوده معانا في الاستديو، وهي دعوه منا ومن الاستاذ ياسر لكم لزياره ايضا مبنى مدرسه الهدايه الخليفيه في القريه التراثيه، لانها تحتوي على العديد من المقتنيات التاريخيه وايضا نفتخر بها، وهي تعتبر جزء لا يتجزا من تاريخ البحرين. على طاري البحرين، الروح حق مين؟ حق ضيوفنا ولا هل البحرين مع زميلنا حبيبنا ابو سلمان. حياك الله يا ابو سلمان، حياك الله محمد عبد الغفار. الله حييك يا مرحبا اخوي يونس، عوده لك من جديد من مهرجان القريه التراثيه وضيوفه المميزين اللي يمكن عندنا اليوم مختلف الاجيال. خلينا نبدي مع هذا الضيف الجميل عمار، حياك الله معنا. الله يحييك. قلت لي تبي تسولف عن تراث البحرين، شنو شفت هني وعجبك من تراث البحرين؟ صراحه كل شيء عجبني، فعاليات، المكان كله حلو يفتح النفس. زين، بعد في اشياء مثل ما نقول الشغلات القديمه مالت اول، الفخار والسعف، شفتهم تعلمت شلون يسوونهم؟ ايه. شنو شيء يعني استغربت منه، شلون كانوا يسوونه كذي قبل؟ الفخار الصراحه شوي متعب. فان يبي له ها؟ ايه. زين، والاغاني القديمه مالت اول؟ حلوه. بعد حلوه؟ ايه. بس اضرب وياهم؟ ايه. بمناسبه عيد البحرين، ايش تبي تقول؟ ابى اقول شكرا لملكنا العزيز وشعبنا الغاليين على هاي الفعاليات الحلوه. مشكور يا عمار، يعطيك العافيه، الله يحافظك، مشكورك. الله يعافيك. خلنا نروح الان الى ام حمد. ام حمد معانا اليوم احد الضيوف المميزين لمهرجان القريه التراثيه، حياك الله محمد. الله يحييك ويسلمك يمه. اول شيء قلتي لي انت مو مشاركه، انت جايه زياره بهذا الزي الجميل اللي عليك، كلميني اول شيء عن الزي اللي عليك. مثل ما تشوف ما شاء الله الدف الزينه والثوب مال الاول والجلابيه مال الاول، كل شيء مال الاول والبطوله مال الاول. كل زين، كل زين ما شاء الله. انزين، بما ان انت اليوم موجوده في هاي القريه، ايش رايك في القريه؟ روعه يا يمه، فوق الروعه. وان شاء الله دوم هاللون، ان شاء الله الاحسن والاحسن ان شاء الله. وش تذكرك في هذه القريه؟ والله تذكرني في كل شيء، كل شيء قديم مال الاول انا احبه، العريش، العدد الحلوه، الاكلات الطيبه مالت الاول، الخبيصه والبلوليط واشي كل شيء، والهريس والمضروبه، كل شيء حلو ما شاء الله. الفسوتين مالت الاول. هذا محمد جاي مع العيال الله يحفظهم، يعرفون حق هذه الباص الشعبي القديم. شلون نسوي يوم يشوفوني زوبرا هاللون؟ ايه، وحتى الصغار منهم يعرفون بعد؟ ايه، متخرعين، شيك جديده هاللون لابسك، لما بروح بطلع. الله يحفظك لهم ويخليهم لك ان شاء الله. طبعا تدرين عن عندنا جائزه كل يوم لاجمل زي تراثي بالنسبه للكبار، تقدمها وزاره الاعلام، وبما انك اليوم ما شاء الله جايه بهاللبس المميز الجميل، تستاهل ال 100 دينار المقدمه من وزاره الاعلام. الله يعطيكم الصحه والعافيه وما قصرتوا، وجزاكم الله خير، وانا اشكر التلفزيون والله، اشكرهم كل شباب التلفزيون يعطيهم الصحه والعافيه ويطول في عمرهم، وابي احفظ ان شاء الله ملكنا ويطول في عمره، وامير ان شاء الله الشيخ سلمان ويطول في عمره، والشيخ ناصر والشيخ خالد، شيوخنا كلهم على التاج على راسنا يعطيهم الصحه والعافيه، دوم ان شاء الله البحرين في عز ان شاء الله وافراح يا ربي. يا رب يا كريم. اللهم امين، الله يحفظك محمد، مشكوره ما قصرت. يعطيك الصحة والعافية وطول في عمرك. الله يسلمك. الله يعافيك. هذه كانت المشاركات المميزة اللي عندنا من القرية التراثية من هذه المنطقة بالتحديد اللي يسمونها سوق البحر، من الشباب الصغار ومن الكبار في السن، الله يحفظهم ويستمتعون بوقتهم إن شاء الله في القرية التراثية. خلينا نرجع لك يونس في الاستديو. مشكور يا أبو سلمان، يعطيك الصحة والعافية، وشكرا لك، وشكرا أيضا لضيفتك الكريمة. نروح معاكم مشاهدينا الكرام إلى الزميل الحبيب يوسف أحمد، حياك الله يا أبو أحمد. يا مرحبا يونس، ويا مرحبا بمشاهدين. مثل ما تعرفون احنا في مملكة البحرين بفضل من الله سبحانه وتعالى كل يوم عندنا عيد باحتفالاتنا بأجواءنا مثل ما تشوفون في القرية التراثية وتشاهدون اليوم. أنا ياتي بنية صغيرة تبي تغني للبحرين، فأنا سعيد جدا أن حتى الصغار عندهم هذه مشاعر الحب والانتماء والعشق لمملكتنا الغالية. حي الله الشيخة. زينة. شو اسمك بالخير؟ آمنة. آمنة؟ زين آمنة، أنت قلتي لي بتغنين حق البحرين، شنو بتغنين؟ بحرين نور العين. بعد كمليها، كمليها اللي غنيتيها من ساعة. بحرين نور العين ما فوق زينك زين. خوش شي، شو تقولين حق البحرين؟ أحبك وايد. هي بعد البحرين تحبك، البحرين تحب كل عيالها وكل كبير وصغير. زين، ايش رايك في القرية؟ زينة. عجبتك؟
ليش عاد عجبتك؟ لأنها وايد حلوه. انت قلتي لي فيها فعاليات، شفتي اشياء، شفتي الفن في الشعبي، في فعاليات حلوه، في مطاعم. زين زين، البحرين وايد تحبك. حيا الله شباب، شلونك؟ زين. شو اسمك بالخير؟ علي. علي، شو رايك في القريه علي؟ حلو. زين، شو رايك في الاجواء القريه؟ زين. وشفت المدرسه ومركز الشرطه. المدرسه القديمه ومركز الشرطه بعد، صح؟ بعد. وكلت هاي. شنو كلت؟ قول لنا خلينا نعرف. هاي كلت في برجر. زين زين، شنو قولي قولي مشاعرك تجاه البحرين؟ شو تقول حق البحرين؟ احب البحرين وايد. البحرين بعد تحبك وايد. حيا الله الشيخ. حيك. شلونك؟ زين. يلا قولي اسمك. طلال علي. طلال ونعم. طلال، قول لي شو تقول حق البحرين؟ البحرين حليوه وكل احد يقدر يعيش فيها بسلام وامان. الحمد لله الحمد لله، البحرين دائما بلد الكرام ومهد السلام ودستورها عالي المكانه والمقام. ايش رايك في القريه التراثيه؟ حليوه. زين، اول مره تزورها؟ ايه. زين، دائما زورها، دائما نبيكم تزورونا، دائما نبيكم تشوفونا. يا مرحبا يونس، شفت الأجواء؟ احنا سعيدين اليوم أدام هذه المشاعر الجيدة والطيبة تجاه مملكتنا الغالية. الله يديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار. اللهم آمين. وتسلم يا يوسف، وشكرا أيضا حق ضيوفك الكرام واللي بينا أول مرة. أنا متأكد بينا مرة ثانية وبينا مرة ثالثة. ليش؟ لأن احنا معاكم في أجواء جميلة مميزة تحتضنها القرية التراثية بمعية العديد من البرامج والمعارض والأنشطة والفعاليات. من يوسف إلى مريم حسن، حياك الله. رجعنا لكم أكيد مرة ثانية أعزائي المشاهدين. شكرا لك أخوي يونس. طبعا جوائزنا مستمرة معاكم، أسئلتنا مستمرة، وإحنا بعد مستمرين في أحلى أجواء في قريتنا التراثية. ونرحب بضيوفي، حياكم تفضلوا. حياك الله، نتعرف عليك. أمل إبراهيم. شلون شفتي اليوم أجواء القرية؟ شنو حسيتي؟ شنو اللي عجبك في القرية؟ وهل هذه أول زيارة لك أو لا؟ أول زيارة لنا، يعني وايد استمتعنا، والأجواء وايد حلوة، والمكان يعني توتالي وايد حلو، وكل شيء فيه يعني متوفر، وإن شاء الله يعني مستمر يكون هالشيء. الهام. والله أول مرة أجي القرية، والمكان وايد حلو، حتى الأهل استانسوا صراحة، يعني وايد استانسنا والمكان حلو، يعني وايد استانسنا. يعطيكم العافية. طبعا أنتوا مشرفيننا أكيد، ووجودكم شرف لنا هنا في القرية، وأكيد أكيد اليوم من الربحانين والفايزين معنا بأسئلتنا الحلوة. السؤال الأول يقول، سؤال جدا سهل، ما هي المهنة التي اشتهر بها أهل البحرين قديماً؟ الصيد، صيد السمك، استخراج اللؤلؤ. صح. صيد اللؤلؤ والسمك واستخراج. طبعاً أكيد إجابتك صحيحة، ومبروك عليك 100 دينار مقدمة من بيت التمويل الكويتي. مشكورين حبيبتي، ونشكر القائمين على هالبرنامج الحلو والرائع. مشكورين حبيبتي على كل القائمين واللي خلف الكواليس، وما قصرتوا معنا حبيبتي. يعطيكم العافية. طبعا هذه أجواءنا وهاي مشاركينا، والأجواء الحلوة مستمرة معاكم، وعودة لكم أخوي يونس. شكرا لك مريم، من أجواء القرية بمعية الزملاء الأعزاء، الله يعطيهم الصحة والعافية. وصولا إلى ضيفنا الكريم اللي مشرفنا في استديو القرية التراثية، وهذه مو بأي استديو أستاذ ياسر، ها؟ بيت قديم. نعم. مجهز. نعم، ذاك كان بزمان الأول. زمان الأول، كل شيء ترى موجود. نعم. بير الماي، السلال. نعم. القديمة. نعم. عندك الصندوق. نعم. حتى الكراسي القديمة، الأنخالة الزينة، البشتختة يسار ورا. ما شاء الله. الحب هني موجود، الحب على يميني. ايه ما شاء أنا الله. موجود؟ نعم، نعم موجود. ما شاء الله. أي الله يعطيهم الصحة والعافية. نعم. قسم الديكور مو مقصرين. نرجع معاك أستاذ ياسر. نعم. ونستعرض معاك المقتنيات القديمة. طبعا عندنا سجل. أي. شخصي للكشافه. اي. طبعا اسم الكشاف الكامل الشيخ علي بن عبد الله الخليفه. نستعرض لكم هذا السجل. اي نعم. طبعا هاي سجل توثيقي. اي نعم. كل الامور اللي
الرحلات الكشفية يتم توثيقها أول بأول. صحيح. في سجل يتم ولي الأمر يتابع فيه الطالب نفسه، مشاركته، المهارات اللي اكتسبها في هذه المشاركة. أي نعم، هذه سجل قديم. سجل قديم طبعا، وحتى الورقة مبين عليها يعني. نعم. واضح عليها. نعم. المعالم يعني. نعم. فهذه سجل قديم شخصي. نعم. حق الكشافة عندنا في البحرين. نعم. هذه سنة كم أستاذ؟ تقريبا 62. نعم. إذا الكشافة موجودة عندنا من زمان. نعم من زمان موجودة الكشافة. يعني هذه دليل ووثيقة تعتبر. نعم. هذه وثيقة تعتبر يعني، ونقدر نرجع حق الوثائق السابقة. نعم. ممكن نقدر نرجع ونستخلص. نعم. تاريخ وهي الوثيقة طبعا أصلية. اي مبين عليها. نعم. أصلية. مبين عليها بشكل. نعم. حتى في صورة. اي نعم. اي صورة على يسار الوثيقة. نعم. الله يعطيك الصحة والعافية. نعم. على طار الكشافة. نعم. شاركوا عندنا في القرية سلمك الله. طبعا شاركنا في القرية التراثية بالزهرات والكشافة الشباب طبعا. كان لهم دور قيادي في تنظيم الفعاليات اللي كان في مدرسة الهداية الخليفية. كان لهم دور واضح ما شاء الله. وهي اللي أريد أقول لك عليه، إن إحنا في مجالات العمل المدرسي عندنا اللي هو التطور الشخصي، نعمل على إعطاء الطلبة أدوار قيادية داخل المدارس وخارج المدارس. جميل. اليوم شلون لمستوا أثر هالمشاركة من خلال يعني الأسرة الكشفية عندنا؟ شلون لمستوها؟ حابين يكررون الزيارة والتجارب مرة ثانية؟ طبعا طلبة حابين يكررون هذه التجربة ومستمرين فيها، واحنا طبعا في كل عام دراسي ناتي بالجديد في القرية التراثية. اي نعم. طبعا مشاركات كل سنة المدارس في ازدياد. كل سنة يزيد عندنا العدد. السنة ما شاء الله يعني فوق 50 مدرسة شاركت عندنا في القرية التراثية. حضور طبعا يومي معدل 4 إلى 5 مدارس يوميا يحضرون المشاركة في الأعياد الوطنية في القرية التراثية. ومثل ما تفضلت لك حضور سمو الشيخ محمد بن سلمان آل خليفة الله يحفظه، تشرفت مدرسة العروبة بالتصوير معاه في أول يوم، وكان هاي شرف لنا، وشرف لنا أنه وضع الصورة طبعا في انستغرام ماله، وهاي شرف يعني كبير لنا احنا يعني. صحيح. الله يعطيه الصحة والعافية ويطول في عمره ويبارك فيه. آمين يا رب. ويبارك أيضا في جهودكم. الله يسلمك. احنا بنكمل معاك لأن عندنا وايد مقتنيات الصراحة. نعم. وهيتك عزيزة وخطوتك مباركة، فبنستعرض معاك مجموعة من المقتنيات اللي هي بالأساس موجودة. نعم. في مبنى الهداية. نعم. الخليفية طبعا موجودة بصورة أكبر هناك أكثر. طبعا. اي طبعا. نعم. واحنا في النهايه بنقول حق المشاهد الكرام من خلالك ان بعد يزورون المبنى الموجود لان فيه العديد من المقتنيات، فبنتطرق لها. نعم. سلمك الله من بعد ابو سلمان. نعم. زميلنا محمد عبد الغفار. سامي ابو سلمان، عوده لك من جديد يا يونس. بالتاكيد هالمره خلينا نطلع طلعه مختلفه. سمعنا قبل شوي الفنون الشعبيه اللي كانت على المسرح من قبل شباب فرقه شباب الرفاع، وايضا الفنون المتواجده في الجهه الثانيه من فرقه بنات البديع، لكن خلنا نسمع فنون مختلفة مع المشجع المعروف المشهور عبد الله محبوب. خالد حياك الله ويانا. يا مرحبا، مساك الله بالخير. شلونك؟ شلونك؟ عساك طيب؟ الصحة والعافية. شلون أجواء القرية التراثية معك؟ والله من أحسن ما يكون الصراحة. أول مرة تي القرية ولا؟ لا لا، هي ثاني مرة. هي السنة ولا السنة اللي طافت؟ لا السنة اللي طافت ما جيت. اي جيت هالسنة والحمد لله. احنا شنو أكثر شيء عجبك في القرية بالتحديد؟ والله عجبني يعني كل التراث مال الأول، يعني من الفن والاكلات اللي مسويه والحجار، وعندك اللي مسويين التصميم، يعني كله مال الاول يعني. والفنون شلون؟ لا والفنون احسن ما يكون بعدية. ما يحتاج. زين نبي نسمع منك احد الفنون البحرينيه اللي انت تشتهر فيها. نبي شيء عن البحرين. عندك المايك. عندنا البحرين. البحرين نور العين. ايوه انا نعرفه. يقول يود المايك بس ما يحتاج. إيه؟ ليش ما تود المايك؟ اريح لك يمكن. لا انت اريح لي. يقول هو يا الله هو يا الله يا البحريني يا الغالي هو يا الله. بس مشكلة بدون جمهور. يبيك جمهور. ها يبيك صافقة وياك. اي والله بس هم يسمعوني التلفزيون. زين نهمة شيء عطني بعد. أي. يقول ها 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 ترتعب المدرج وياك. هوب. اي مريت على الدار حيطان بلي سقوف، وقالت للدار يا مينون طل وشوف اهلك طوت السهم لخيط الصوف. يا سلام. لا يبي مشكور يا ابو خالد. يبي لك حق المدرجات ويانا. مشكور يا ابو خالد. يعطيك العافيه. مشكور على الصراحه. واشكر طاقم المصورين كل من صغارهم لاكبرهم. بس اصغر واحد من انت؟ اصغر واحد. حبيبي الله يعطيكم الصحه والعافيه.
خلينا نرجع لك يونس في الاستديو ولنا عودة إن شاء الله بالمزيد من اللقاءات. الله يعطيك الصحة والعافية الحبيب محمد عبد الغفار. يبي لك تاخذ حبيبنا هذه أيقونة الجماهير تاخذ زيارة حق مدرسة الهداية الخليفية، أكيد لازم بيشوف واحد من هلا موجود في المدرسة، لازم لازم يمر عليها. وأيضا احنا نمر مع المشاهدين الكرام معاكم برفقة الأستاذ ياسر إبراهيم بني حماد مدير مدرسة الهداية الخليفية. نبي ناخذ معاك من المقتنيات الزينة اللي عندك سلمك الله. نعم. شو اللي عندنا؟ طبعا عندنا سجل توثيقي يومي سنة 1935 1935 نعم. بتشوف طبعا في اول شيء خلنا انا بس اب المشاهدين. نعم. ولا عليك امر كلافه بس يشوفون الغلاف. نعم. الغلاف نعكسه. ايوه قديم مبين قديم عليك. طبعا اي مبين عليك. نعم. ما زلتم محتفظين به؟ محتفظين فيه طبعا، عندنا في مخزن خاص. اي نعم هذه مخازنها خاصة. نعم عندنا مخزن خاص طبعا اضع فيه الوثائق التاريخية. حلو. طبعا وزارة التربية حاليا سكر الحرص على الاهتمام بهذه الوثائق طبعا. بلا شك بلا. نعم. شك حنا نستعرض معاك شو اللي. نعم. في داخله. طبعا هو سجل تاريخي يعني وثيقة مهمة تاريخية. طبعا فيه تسجيل الحضور اليومي. حضور اليومي. الحضور اليومي مدير مدرسة والسكرتير. أيه. طبعا يسجل كم واحد حضار. أيه. داخل المدرسة، كم مدرس حضر اليوم، كم واحد غاب، يسجل في الطلبة الحضور، الطلبة اللي تركوا المدرسة، الطلبة الغايبين. اي نعم. سجل تتبع يومي طبعا. وفي توقيع المدير حتى نعم اشوفه. نعم في توقيع. أي. المدير طبعا. اي. شوية بس نرفع. ايوه حق. يا سلام يا سلام. طبعا مبين عليه من اوراقه طبعا ما شاء الله. اي قديم. لا ونوعية الدفتر يعني نوعية ممتازة. اي نعم. ولذلك يعني تشوف ما شاء الله كم عمره يعني. ما شاء الله. لا اله الا الله. انا اشوف مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم. وفي 26 جمادة الأولى 1350 طبعا هجري. هجري طبعا. نعم. طبعا هجري بلا شك. نعم. في مجموعة من المعلومات عن هذا. نعم. النظر اللي حضرني. نعم. سلمك. نعم. الله طبعا سجل غني طبعا. اي نعم. هذه من المقتنيات الموجودة. المقتنيات طبعا اللي موجودة عندنا في الهداية الخليفية طبعا. وشنو طبعا المقتنيات كثيرة ومتعددة ومتنوعة. اي نعم. يعني اللي يبغي يطلع عليها بصورة أكبر وبصورة أشمل طبعا يحضر عندنا في مدرسة الهداية الخليفية في القرية التراثية، وبالمكانه طبعا الاطلاع على هاي السجلات اللي موجودة، على المخطوطات اللي موجودة، على السجلات اليومية، على دفاتر الطلبة القديمة اللي كانت تصحح موجودة. طبعا عندنا كل السجلات والوثائق طبعا التاريخية موجودة في المدرسة. صحيح. ويبنى طبعا عينات منها موجودة في مدرسة الهداية اللي موجودة في القرية التراثية. أنا سلامك الله بس عندي سؤال موجه حق زميل يوسف، تسمح لي أسئلة؟ إي تفضل. الزميل يوسف أي مدرسة درست سلمك الله؟ سمعنا يوسف؟ أي مدرسة يوسف درست؟ يا مرحبا يونس مثل ما أنا والله درست مدينة عيسى ثانوية. نعم. هذه المدرسة اللي أفتخر فيها وأعتز فيها دائما. الله يسلمك. شكرا يونس مثل ما شفت أجواء جميلة جدا. يونس تذكرت أبيات جدا جميلة يعني هذه البحرين غنوا لها يعني عيدها اليوم عيد كبير. قلبي من الحب طاير لها وفيني من الشوق شيء كثير. الله يديم علينا هذه النعمة الغالية على مملكتنا الغالية. معانا اليوم ضيف زائر القرية، خلنا نتعرف عليه أكثر. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور يا هلا الشيخ. شلون شفت أول شيء الأجواء القرية؟ والله أجواء جميلة صراحة وتراث البحرين الجميل صراحة. ممتاز. شنو مشاعرك تجاه هذه الفترة شهر ديسمبر شهر الخير والعطاء شهر الاحتفالات بالأعياد الوطنية؟ والله شعور ما ينوصف صراحة. البحرين غالية علينا كلنا. صحيح الكل ما نقدر نعبر عن مشاعرنا تجاه البحرين هذه النفس اللي نتنفسه. أنا عندي لك سؤال أعتقد سهل لكن بنشوف إذا بتقدر تجاوب عليه ولا لا. في مثل بحريني وترى قبل ما أسألك السؤال مثل ما أنت عارف دائما في برامجنا في وزارة الإعلام في تلفزيون البحرين دائما الكل فايز معانا بإذن الله. سؤال جدا سهل هو مثل شعبي معروف اللي عمره ما تبخر وعندك الباقي أعتقد كل بيت لازم يقول هالمثل. تبخر واحد راك بس سهلة مثل ما شفت يونس ومشاهدينا. مبروك فزت بجائزة 100 دينار بحريني مقدمة من بيت التمويل الكويتي. شكرا لك وسعيدين ونبي تكرر هذه الزيارات للقرية التراثية. يا مرحبا يونس مثل ما شفت اللي عمره ما تبخر تبخر واحترق. هذه سؤالنا لليوم ونترياك ترجع لنا في السؤال اللي بعده والمشاركة اللي بعدها.
الله يعطيك الصحة والعافية وشكرا على تواجد مثل هالأمثلة اللي لازم احنا نسترجعها ونعيدها، وهذه الأمثلة نشوفها واقع في حياتنا اليومية. من يوسف إلى مريم، حياك الله. يعطيك العافية أخو يونس، ويعطيكم العافية بعد إخواني المراسلين في القرية. طبعا مستمرين معاكم مع مسابقاتنا وجوائزنا الجميلة، وإن شاء الله نرحب معنا بالعائلة الجميلة. حياكم، يا هلا ويا مرحبا فيكم ومنوريننا بهالطلة الجميلة. حابة أتعرف عليكم أول شيء، وأتمنى أعرف منكم شلون شفتوا أجواء القرية، وهل هذه أول زيارة لكم ولا لا؟ تفضلي. يا هلا، أنا اسمي زمزم، هاي ثاني لي، ثاني مرة. وايد حلو المكان والجو بعد وايد حلو. اسمي سارة وهاي ثاني زيارة لي، الأجواء وايد عجبتني والمكان وايد حلو. صقة، الأجواء وايد حلوة من ناحية يعني المكان والأكلات الشعبية والفرقة طبعاً ما قصرت، والله مستمتعين وايد هني. أمينة، أول مرة أول زيارة لي، عجبني البيوت القديمة، الأكلات الشعبية، الفرقة الشعبية، وايد حلوة القرية. يعطيكم العافية، وطبعاً ما شاء الله عليكم منوريننا، وإن شاء الله لكم اليوم جائزة حلوة بمناسبة قدومكم وتشريفكم لنا، ولكم سؤال إن شاء الله بيعجبكم، وأكيد أكيد أنا متأكدة تعرفون الإجابة، أسئلتنا حلوة وسهلة. السؤال يقول: ماذا يسمى قائد السفينة قديماً؟ نوخذة. أكيد؟ نوخذة. إجابة أخيرة؟ نوخذة أكيد. ألف مبروك، ألف مبروك، 100 دينار مقدمة من بيت التمويل الكويتي، عليكم بألف عافية. مشكورين. الله يعطيكم العافية، ما قصرتوا الصراحة، نورتونا حبايبي، يعطيكم ألف عافية. وهاي أجواءنا وهاي ضيوفنا، يعطيكم ألف ألف عافية، وعودة لك زميلي يونس. شكرا لك زميلاتنا مريم. احنا اللي فازوا أربع ضيفات، ما نقدر نقول راعي النصيفة سالم، يعني توزع المبلغ على على أربعة. الله يعطيهم الصحة والعافية ومبروك عليهم المئة دينار المقدمة من بيت التمويل الكويتي. شكرا لهم، الله يعطيهم الصحة والعافية. مشاهدين الكرام، احنا مكملين معاكم، مكملين مع ضيفنا الكريم، عقب ما نروح نشوف لقطة حقيقية أهالينا وزوارنا الكرام في القرية التراثية.
الأستاذ حسين الرويش تعيش على هاللقطة الجميلة وماخذنا على أجواء مدرسة الهدايا الخليفية الموجودة في القرية التراثية، ويسلم أيضا مصورنا اللي أعطانا هاللقطة زينة عشان نكمل اليوم مجهود اللقطة مع مدير مدرسة الهدايا الخليفية الأستاذ ياسر إبراهيم بني حمار. يا مرحبا وحياك الله. أنا عيني تلاقط يسار يمين. نعم الله يطول. عندنا هالمقتنيات الزينة. نعم. أنت شو اللي تبي تبدي به الله يسلمك؟ هذه سلمك الله. إيه. حلو. شوية نرفعها أستاذ. إيه. أيوة. هذا غطت عليك. إحنا بنشوف وجهك الله يسلمك. كذي. أشكرك. أنزين. إيه. طبعًا هذه. الحاصلون على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية. أي نعم. 1946 من مدرسة الهداية الخليفية بالمحرقة طبعًا. أي نعم. طبعًا هذا. شهادة الابتدائية. شهادة الابتدائية طبعًا سنة 1946. أنا أتوقع أن هاي الصورة الرسمية لأنها كلهم ملتزمين بالزي الرسمي. نعم. يعني كلهم ملتزمين بالزي الرسمي والصور أصلية طبعًا. أي نعم. أول كانوا يسمون صور طبعًا ذاك الوقت أبيض وأسود. أي نعم. ما في ملون. سنة 46 صحيح. نعم. أنا أستاذ عشان تجهز لنا اللقطة الثانية عطني إياها هذه أستاذ دم عليك أمر الله يسلمك عشان تجهز لنا اللقطة الثانية. نعم. عندنا من الأسامي مشاهدينا الكرام خلنا نجهز. نعم. اللقطة أستاذ عندنا عبد العزيز عبد الله الحسن محمد الشيخ راشد وحسن عبد الله مراد ها وعبد العزيز الشيخ محمد إبراهيم عبد الله الفايز محمد يوسف أحمد قاسم محمد الشيخ قاسم يوسف بن الشيخ حلو يلا نروح معاك استاذ حق اللي عندك الحين. نعم طبعا هاي سجل توثيقي 86 85 86 مكتوب السجل المصور العام الدراسي 85 86 85 86 يا سلام. طبعا هاي سجل يعني ما شاء الله شمس نحن خذله. انا في الرياضيات ترى زين وايد زين بس قاعد افكر في كلام الحين 85 86 خلينا نستعرض واعطيك الحاسبه. نعم. الله محمد عادت. نعم. في ذني اليوم طبعا في صور طبعا المدرسين اللي في المدرسه طلبه الصفوف حسب الصف اللي طبعا موجود طبعا ذاك الوقت كان ادبي وعلمي وكان في مدرسه تجاريه صحيح. طبعا مدرسه الهدايا الخليفيه كان فيها طبعا طلبه العلمي وطلبه الادبي. هاي طبعا صورهم مكتوب ثاني ادبي اول. نعم صعب سجل توثيقي. اي نعم هذه هني صوره موجوده تحت. نعم اول علمي ثالث. اي هاي طبعا الادبي والعلمي والتجاري كذلك بعد كان موجود حلو. عندهم في هذه كلها سجل مصور وموثق. نعم. هذه دعوه سلمك الله من خلال المجلد المصور 85 86 شوف ايش مكتوب هني ثالث فندقه فندقه يعني ذاك الوقت كان في تخصص فندقة. فندقة ما شاء. نعم. الله. هذه دعوة أستاذ ياسر. نعم. نقولها حق المشاهدين الكرام. نعم. أن يمرون علينا في مبنى مدرسة الهدايا الخليفية. نعم. ونقول لهم ترى هاي المجلد 85 86 يعني إن شاء الله شباب. نعم. أستاذ ياسر. نعم. إن شاء الله شباب. نعم. إن شاء الله. نعم. شباب. طبعاً مثلاً كنت سألتني سؤال عن الأندية في ذاك الوقت اللي موجودة. نعم. طبعاً في أنشطة أدبية. أي نعم. حق الطلبة قسم اللغة الإنجليزية وقسم أي نعم اللغة العربية. حلو موجودة صحيح. احنا بنختم معاك. نعم. بكلمة. نعم. توجهها حق المشاهدين الكرام. نعم. الله يسلمك. نعم. حق حبايبنا هل البحرين وأيضا. نعم. حق المواطنين والمقيمين من خلال تواجدك معانا في بيتنا. الله يطول العمر. طبعا احنا نتشرف بزيارة جميع إلى القرية التراثية بجميع الأماكن اللي موجودة فيها يزورون في مدرسة الهداية الخليفية للاطلاع على التاريخ اللي موجود فيها فأهلا وسهلا فيهم في أي وقت القرية ما زالت مفتوحة وبتستمر إلى تاريخ طبعا 30 ديسمبر عدل صحيح فأهلا وسهلا فيكم وحياكم الله نستقبلكم وتطلعون على المعرض التاريخي المصور اللي موجود في الهداية الخليفية تطلعون على الوثائق اللي موجودة تطلعون على السجلات تطلعون على المخطوطات وحياكم الله ونشرف بحضوركم وشرفني تواجدكم معنا الله يطول بعمرك. حياك الله في بيتنا اللي هو بيتك والاستديو اللي هو مكانك وعلى شاشة تلفزيون البحرين. نعم. أسعدتنا وآنسنا بهالمعلومات الزينة والمميزة. الله يطول عمرك. جزيل الشكر والامتنان والتقدير والعرفان للسيد
ياسر إبراهيم بني حماد مدير مدرسة الهداية الخليفية، وإحنا معاكم مستمرين في أجواء القرية التراثية مع الفرقة الشعبية. شكرا لفرقة شباب الرفاع للفنون الشعبية، يعطيهم الصحة والعافية، منوعين عندنا في الفنون وما قصروا، والله يعطيهم الصحة والعافية. مكملين معاكم تغطيتنا لأجواء مهرجان القرية التراثية، وننتقل إلى الزميل يوسف. حياك الله. يا مرحبا، الله يحييك يونس، رجعنا لهذه الأجواء وأنا قاعد أتجول يونس ومشاهدينا الأعزاء
في هذه القرية تذكرت دائما عبارات سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. صراحة دائما ما كان يحرص سيدي جلالة الملك بدور وحفظ هذه العادات والتقاليد والإرث واللغة العربية وإرثنا اللي تمتاز في مملكة البحرين. هذا شيء دائما يذكرنا ونستذكره دائما عشان نحافظ عليه. معانا أحد الزوار التقيت معاها، خلنا نتعرف عليها وش رايها في القرية التراثية. مساك الله بالخير. يا هلا يا مرحبا. هلا. أول شيء الله يسلمك، عرفيني عن اسمك. اسمي موزة أم حسين. ونعم ونعم أم حسين ونعم الله يحفظك. نعم نعم الله يسلمك. يما تعالي شوي عشان الناس تشوفك، نبي الناس كلها تشوفك ان انت زايره القريه. الله يطول بعمرك. زين يما انت اول شيء من وين؟ انا من الرفاع الشرقي. حي الله للرفاع، عاد اهل الرفاع في القلب والقصور في كل المناطق. الله يطول بعمرك. زين اول شيء قولي لنا، اول مره تزورين القريه، خبرينا شلون اجواء القريه؟ والله القريه دائما ازورها، كل سنه ازورها، وكنت بعد مشاركه في رمضان في سنه من السنين، يعني من ثلاث قبل كورونا شاركت. الله يعود ايام كورونا ان شاء الله. والحمد لله كل الامور طيبه وحلوه، وايد حلوه كل الاشياء، يعني تذكرنا في ايام امهاتنا، في ايام جدودنا، في كل شيء، يعني لما نندش ينشرح القلب وكل شيء حلو. وجودكم الله يطول بعمرك. الله يخليك. هذه ما شفتي البيوت دائما نفس ما قلتي، تذكرنا بالتاريخ، الاباء والاجداد شلون كانوا عايشين، شلون كانت الحياه. أنا لحقت على يدتي، عندهم يعني نوع الكبر يسمونه كبر، والسعف والسيم وهالسوالف، يعني بيت قديم وكذي، فإحنا كنا صغار يعني نلعب ونستانس في المكان هذي. فيوم شفت القرية يعني تذكرنا بأشياء وايد، أمهاتنا يداتنا، يعني أمهاتنا لا شوية بس يداتنا، واللي أم يداتنا صراحة شفنا ذي شيء وإحنا كنا صغار، والسعف والعرشان وكل شيء حلو. يعطيكم ألف عافية، وشيوخنا على عيننا وعلى رأسنا، وبارك حق حكومتنا المجيدة في عيد الوطني، والله يخليهم ويبارك فيهم هم وعائلتهم والعائلة الحاكمة كلها. الله يطول بعمرك أم حسين، مشاعر جدا جيدة وطيبة تجاه مملكتنا الغالية. أم حسين خلينا نرجع لسؤالنا اللي بسألك إياه، وأعتقد أنت قلتي لي من رفاع، فالمفروض السؤال يكون نوعا ما تعرفينه. عندنا الله يطول بعمرك مركز تخصصي للقلب تم افتتاحه مؤخرا في المحافظة الجنوبية، يعني ها هو حول، انا بقول لك المنطقة وانت قولي لي ايش اسم المركز. هو في ها حول عوالي هني، مركز خليفة سلمان بن خليفة. احنا بالاسم الاول محمد بن خليفة. نعم أم حسين، مركز محمد بن خليفة للقلب مبروك. مثل ما أنت عارفة ما حد دائما يطلع عندنا خسران في برامجنا. 100 دينار بحريني من بيت التمويل الكويتي، وإن شاء الله ربي يخليك حق هلك ويبلغون فيك وتبلغ في عيالك، وأمك تشوفك وتتحلى عليك. يا الله يا رب. الله يطول بعمرك أم حسين، ما قصرتي. الله يطول عمرك، نورتينا. الله يحفظك. يا مرحبا يا مرحبا. الله يطول بعمرك. الله يسلمك يونس. مشاعر صراحة دائما الجسم يقشعر لما نسمعها تجاه وطننا الغالي، هو الروح اللي نتنفسه، البحرين هي الروح اللي نتنفسه، عيوننا اللي نشوف فيها. الله يديم علينا دائما نعمة حكومتنا، الله يطول في أعمارهم بشيوخنا ومملكتنا الغالية. نرجع لك يونس. اللهم آمين. والله يعطيك الصحة والعافية، ومشكور يا حبيبنا يوسف. ننتقل معاكم إلى الزميل محمد عبد الغفار، حياك الله يا أبو سلمان. الله يحييك، عودة لك من جديد أخو يونس. خلنا مرة ثانية نتواصل مع انطباعات زوار القرية ورايهم في هذا المكان المميز. خلنا نبدي مع الشاب الموجود معاي اللي قال لي أبي أقول شيء. علي، إيش تبي تقول أول شيء؟ إيش رأيك في القرية؟ وايد حلوة، وايد عجبتني بالأكل وكل شيء عنها، الموسيقى أحلى مكان. وين؟ الأغاني. في أشياء شفتها قلت شلون كانوا يسوونها كذي، يعني مثل الشغلات القديمة، البحار، الفخار، السعف، شنو الشيء اللي يعني أبهرك؟ وايد شرطة، أبعرف يعني شنو كلها، يعني شلون الشرطة يعني عندهم يعني يصيدون الحرامية أو شيء. يعطيك العافية علي، شكرا لك. طبعا احنا خلنا نتواصل في تغطية لزوار القرية، خلنا نروح حق العم الموجود معانا. حياك الله يبا. الله يحييك ابوي. يبا ايش رايك في هذه القرية واجواءها الجميلة؟ والله ممتازة، وهي ثاني مرة جيت. نفس الشيء السنة ولا المرة اللي السنة طافت؟ من
يومين ثلاثة كنت. من يومين ثلاثة يعني ما شاء الله عجبتكم وفعالياتها مميزة. وايد وايد حلوة وايد. إيش ذكرتك فيه بهاي القرية من دخل؟ ذكرني سلم كلب مدرسة الهداية. كنت دارس فيها. ما شاء الله. فترة هي. في سنة كم؟ من 55 إلى 65. عاد اليوم موضوعنا الرئيسي كان عن مدرسة الهداية وذكرياتها. عاد داخل هدايا الأصوار القديمة والمدرسين القدامى. ذكريات وايد حلوة تردك. إي نعم إي نعم وايد. وايد سامك الله يبني. وباقي الأشياء حلو إن الجيل الجديد يتعلم على هاي التراث ويتعلم على هاي الأشياء المنسية. إي نعم إي نعم. لازم هذه ضروري على أساس إنه يشوفون الأولين شلون وضعهم شلون ذي عشان ياخذون من نسبهم يعني. الجيل الجديد تلقى يعرفون الأمثال القديمة. ما يعرفونه. تعال بسألك عمي عن سؤال وجوابه 100 دينار مقدمة من بيت التمويل الكويتي. يقول لك كمل المثال. يقول لك من طمع طبع طبع من طمع طبع ما يبي له شيء. ألف مبروك 100 دينار مقدمة من بيت التمويل. جزاك الله خير أخوي. الله يطول عمرك. استمتعنا بشوفتك وأتمنى لك وقت سعيد في الغرب. الله يطول عمرك أبوي. الله يطول عمرك أبوي. الله يسلمك أبوي. يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله دوم اليوم وكل يوم. إن شاء الله بإذن الله. حياك الله يبا حياك الله. طبعا هذه كانت اجواء المميزه اللي نعيشها في القريه بالتحديد من منطقه سوق البحر. خلنا نرجع لك ونشوف سامي با. اسمك با؟ عبد المنعم يوسف مطار. ونعم والله ونعم الله نعم حالك. شرف لنا يا يبا بتواجدك معنا. الله يطول عمرك ابوي ويسلمك ان شاء الله. الله يسلمك سلمك طول بعمرك. الله يسلمك طول بعمرك. خلنا نرجع لك يونس في الاستديو ومنك الى بقيه المراسلين. يعطيك الصحة والعافية ومثل ما تفضلت من كلمتك ومنك إلى باقي المراسلين نروح نستكمل معاكم أجواء القرية التراثية مع زميلاتنا مريم حسن. حياك الله وعودة لكم مجددا. يعطيك العافية أخو يونس واليوم معاي ضيف جميل جدا بنور الشاشة. مرحبا يا حسن. سلام. السلام عليكم. عليكم السلام يا حلو. شلون شفت أجواء القرية اليوم؟ حدثني شو اللي عجبك في قريتنا اليوم وهل هذه أول زيارة لك ولا؟ ثاني زيارة وكانت ممتعة شفت أشياء ما كنت أعرفها عن البحرين والأكلات من أيام قبل والبيوت والناس والأشياء كل شيء صار في البحرين وهاي اللي عجبني فيها. كل عام والبحرين بخير. وانت بخير يا حسن ومنورنا في قريتنا الجميلة وان شاء الله تستمر في زياراتك القادمة كل السنين يا رب. شكرا لك يعطيك العافية. عفوا. شكرا. عودة لك زميلي يونس وهاي كان ضيفي الجميل حسن من أجواء القرية التراثية. يعطيك الصحة والعافية شكرا لك. وننتقل معاكم مشاهدينا الكرام إلى لقطات من أجواء القرية التراثية. يا مرحبا وحياكم الله مشاهدينا الكرام. ما زلنا مستمرين معاكم في أجواء القرية التراثية اللقطات الحية والمباشرة لأجواء القرية التراثية بمختلف الزوايا واللقطات وتواجد المصورين الله يعطيهم الصحة والعافية على جهودهم. المصورين متواجدين مع الزملاء المبدعين المراسلين. ننتقل معاكم وناخذ أجواء الزميل يوسف. مرحبا يونس ومشاهدينا. رجعنا لكم في هذه الأجواء في هذه الأمور الطيبة اللي الله يديمها دائما علينا. عندنا مشارك يبي يعبر أنه مستانس أنه زار القرية وعنده معلومات استفاد منها خلال جولته في القرية. خلنا نتعرف عليه معاكم
مشاهدينا، مساك الله بالخير. الله يمسيك بالنور. في البداية قول لي، عرفني على اسمك. فارس بن أحمد جناحي. ونعم فارس، وإن شاء الله أنت فارس. أول شيء قول لي، إيش رأيك في القرية وشون الأجواء اللي شفتها في القرية؟ طبعا قرية جميلة وتمثل الحضارة البحرينية القديمة، وتعرف الجيل الجديد اللي ما لحق على هاي الأشياء، على مثلا المدارس والمراكز الشرطة. أنت شاطر في المدرسة أول شيء؟ أكيد. شنو أكثر شيء تحبه، أكثر مادة تحبها؟ العلوم. العلوم شيء طيب، هذه بنستفيد منه، البحرين بتستفيد منك بعدين في المستقبل. شنو تبي تكون في المستقبل؟ مهندس. مهندس شيء طيب، إن شاء الله بتكون مهندس في أماكن تستفيد منها مملكة البحرين. قول لي، شنو مشاعرك تجاه مملكة البحرين؟ دائما ما تستذكر بوطنك، شنو المشاعر اللي تجيك؟ طبعا مشاعر حب وامتنان إلى وطني البحرين اللي عشت فيه وتربيت فيه وترعرعت فيه، وأكيد إني مثلا يعني أحب البحرين ويعني أحب هواها. حياك حياك حياك، شلونك؟ زينة. تعالي هني، تعالي هني، نبي الناس كلها تشوفك. شو أخبارك؟ زينة الحمد لله. تعالي تعالي طالعي، أنا أبي الناس تشوفك تشوفك. حيا الله الشيخة، شو اسمك بالخير؟ عالية. شو اسمك؟ عالية. عالية ونعم، شو رأيك في القرية عالية؟ وايد حلوة. وايد حلوة. شو رأيكم؟ قولي لي، أبي مشاعرك تجاه البحرين. شنو 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 البحرين؟ شنو البحرين بالنسبة لك؟ البحرين أغلى دولة في العالم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بعد قولي لي. ها شوفوا، تجمعوا عليك كلهم يحبونك والبحرين كلها تحبك. زين يلا قولي لي، ايش رايك في البحرين؟ وايد حلوه، احلى بلد. ايش رايك في القريه؟ حلوه. طلعي طلعي، خلي الناس تشوفك. حلوه وايد حلوه. الحمد لله الناس. الحمد لله الحمد لله. تعال تعال يا شيخ، شو اسمك؟ عيسى. ونعم عيسى، اول مره تي القريه؟ لا يعني تقريبا وايد وايد مرات جيتها. وايد مرات. تحب القريه؟ وايد وايد حلوة. شو رأيك في البحرين؟ أبي مشاعرك تجاه البحرين، وطنك البحرين. البحرين حلوة وفيها وايد أشياء حلوة، و يعني الناس اللي فيها طيبين. الحمد لله. وأنا أستانس فيها. يونس يونس، مثل ما تشوف ما شاء الله كلهم تجمعوا هذه الأطفال، الله يبلغنا فيهم إن شاء الله ونشوفهم إنه يخدمون مملكة البحرين في المستقبل القريب. أجواء جميلة في القرية، وخلنا نرجع لك في الاستديو بإذن الله تعالى. بيكونون عدة واعتاد لمملكة البحرين، والله يحفظهم ولا يضرهم إن شاء الله، ويكبرون في ظل هذا البلد المعطاء، ويكونون أيضا معطائين لبلدنا الغالي. إلى مريم، يا هلا بك. ورجعنا لكم أكيد، شكرا لأخوي يونس مع أجواءنا الجميلة ومع العوائل الجميلة اللي تشرفنا وتنورنا في قريتنا الجميلة. نرحب فيكم، حياكم الله. السلام عليكم، ما اسمي محسن عيسى الأنصاري، وطبعا شرفت أن هي القرية التراثية، ووايد استانسنا خصوصا الجو اللي يعني التراث اللي يعلمنا طبعا في دولتنا البحرين الغالية. وطبعا رحنا هني المطاعم وسمعنا عن العرطة، وشفنا طبعا البيوت التاريخية اللي كانت هني في البحرين، وشون كانت أجواءهم ومعيشتهم كانت، وطبعا استانسنا وايد هني والحمد لله. أنا السلام عليكم، اسمي محمد محسن. أنا عجبني هنا في مطاعم والأغاني الحلوة مع البحرينيين القدم يعني، وعجبوني المدارس والأغراض اللي هني مالقدم، روونا شلون كانوا يعيشون قبل. يعطيكم العافية، طبعاً مشرفينا ومنوريننا، وإن شاء الله باستمرار تزورونا في قريتنا. والسؤال اليوم لكم، نختبر معلوماتكم، جاهزين؟ جاهزين. أوكي. السؤال يقول، في أي محافظة تقع القرية التراثية التابعة لوزارة الإعلام؟ طبعاً هاي المنطقة هي عسكر، طبعاً تكون تحت المحافظة الجنوبية. أكيد. شو تقول؟ غلط، شرق. لا، محافظة جنوبية. عسكر محافظة جنوبية. أنا أقول شرق. ناخذ إجابة الوالد؟ نعتمد إجابة الوالد، أنا مع الوالد صراحة. ألف ألف مبروك، 100 دينار مقدمة من بيت التمويل الكويتي. مشكورة شيخة، ما قصرتن، ونشكر طبعا وزارة الإعلام على الشرف اللي أعطونا، ومشكورين مرة ثانية، وطبعا نهنئ البحرين الغالية بالأعياد الوطنية،
وان شاء الله ان شاء الله نكون وياكم ان شاء الله السنه الجايه بعد نشوفكم ان شاء الله وموفقين ان شاء الله. اكيد ومنورينا ودائما اذهب وراء قرار الوالد. تمام يعطيكم الف عافيه. شكرا لكم. عفوا مشكورين وما قصرتوا. يلا مع السلامه. طبعا هذه كانت اجواءنا وكانوا ضيوفنا الكرام ومشرفينا اكيد، وان شاء الله نشوف كل الضيوف اللي ما يو ايونهم بعد القريه. وعوده لكم في الاستديو اخوي يونس. شكرا لك يا مريم، والله يعطيك الصحه والعافيه. مشاهدينا الكرام، على طاري البيرق والعلم، هالبيرق وهالعلم فيه الشموخ والعزه والرفعه والسؤدد والسمو والعلو. تغنوا في بيراقنا وتغنوا في علمنا. نبتدي معاكم كلمات كتبها الشاعر سعود بن فيصل بن شريم. هالكلمات غناها ولحنها استاذنا نزار عبد الله الفنان الكبير والقدير، له منها التحيه والتقدير، وهي من الاغاني الجديده. يقول في سما الامجاد رفرف يا علمنا، في سما الامجاد رفرف يا علمنا، شامخ في ظل مروين الرهايف. وعلى طاري البيرق ايضا في اغنيه قديمه اذا ما خانتني الذاكره سمعتها في مسلسل البيت العود، غناها يوسف بهلول الفنان الكبير مسي عليه بالخير. يقول يا البيرق المرتفع بك يرتفع راسي، انت عشق والعشق في مهجتي راسي. وايضا مشاهدين الكرام في اغنيه سمعتها حق الفنان محمد البكري قبل يومين عن طريق الاثير اذاعه البحرين، يقول فيها بيرق البحرين ما ينزل ابد الابد مرفوع في عالي سماه، بيرق البحرين ما ينزل ابد الابد مرفوع في عالي سماه، مرتفع بالمجد في يمنى حمد وارتفع قدر الشعب كله معاه. وعلى الساريه ختاما على طاري البيرق، على الساريه بيرق يرفرف بعز وخير، شموخه شموخ اهله ومن دونه الارواح. وصلنا معاكم للختام، الله يعطيكم الصحه والعافيه. تحيه التقدير الى الراعي الذهبي لبرنامج مهرجان القريه التراثيه بيت التمويل الكويتي، وايضا الراعي البرونزي بنك الى وبنك البحرين الاسلامي. المهرجان مستمر باذن الله تعالى لغايه 30 ديسمبر، بكره يتجدد الموعد في تغطيتنا من 9 لين 10 ونص. في امان الله.
السلام.